فترة كابتن إيهاب في منتخب مصر، شايف إنها كانت فترة مهمة ليك، وكنت واحد من العناصر اللي موجودة مع كابتن إيهاب في منتخب مصر، كان ليك تجربة سابقة معاه في المقصة، فأكيد عارف لعبك، دي كانت من الفترات الحلوة في حياتك يا محمد؟ هو كابتن إيهاب ما اقدرش اقول الفتره بتاعه المنتخب اقدر احسبها له، لان هو الراجل يعني ما عادش، هو الراجل زي ما بقول كده كانوا يعني جايبينه مشوه، يعني مشو يعني لو كان صبر على كابتن إيهاب كنت هتشوف حاجه تانية في الكره المصريه في مصر يعني. وطبعا مدرب كبير وبيعرف يعامل اللعيبه كويس وبيعرف يقف جنب اللعيبه، لا كانت يعني الله يرحمه كان من الشخصيات الجميله جدا، اللي هو انت تبقى مبسوط وانت شغال معاه. يعني انا احكي لك موقف على علاقته مع اللعيبه، لو تفتكر ماتش كوريا كان مصطفى محمد احرز هدف ويعني انا اللي عرفناه ان هو كان عارف ان هو هيمشي وهو في الطياره، هو مسافر كوريا، كان واضح وكان كده. رد فعل اللعيبه كان محترم جدا، اللعيبه جاي مصطفى محمد واللعيبه جريوا عليه بعد الهدف، كان واضح ان علاقته حلوه وبيعرف يتعامل فعلا مع ومع انه اللعيبه. ما قعدش كتير يعني، هو تقريبا قعد 10 ايام، قعد يعني مستحيل تحصل يعني، دي ما حصلتش في التاريخ يعني، المدرب يجي منتخب ويمشي بعدها ب 12 13 يوم ما حصلتش يعني. وبس فروحت معاه المعسكر ده، بعد كده جه فيتوريا منتخب، رحت معاه معسكر وما عادش رحت تاني. اتظلم كابتن ايهاب جلال الله يرحمه في طبعا تجربته دي؟ طبعا طبعا اتظلم في تجربته دي اكيد طبعا. مفيش حاجه ما تقدرش تحكم على يعني ما تقدرش تحكم على بني ادم في اي حاجه في الدنيا في 12 13 يوم. ده اللعيب ما بيحكموش عليه في 12 13 يوم. اللعيب في لعيبه بتقعد 3 4 سنين ما بتحكم عليها. صح، صعب. وبتبطل برضه واحد ما تعرفش، بس ما بتعرفش ما تقيمه، تعرفش هو كويس ولا وحش، فتحكم عليه 13 14 يوم مستحيل.